جرى اليوم الأربعاء بالرباط تشييع جثمان عبد الجليل فنجيرو المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء الذي وافاه الأجل المحتوم أمس الثلاثاء عن سن ناهز 80 سنة. وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الأنصار نقل جثمان الراحل في موكب جنائزي مهيب إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي مسعود حيث ووري الثرى. وجرت هذه المراسيم في أجواء مهيبة بحضور عدد من الصحفيين والعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء وحشد كبير من زملاء الراحل والعديد من فعاليات القطاع الإعلامي فضلا عن أسرة الفقيد وأقاربه. اليوم فقد الأسرة الإعلامية فقدت أحد القياديين ديالها اللي مارسوا هذه المهنة على مدى عدة عقود. عبد الجليل فنجيرو الله يرحمه بدأ مشواره كصحفي في الوكالة ثم تحمل المسؤولية الأولى فيها، ظل وفيا لعمله دؤوبا على حضوره، لكن أهم شيء يتميز به هو سعة خاطره ورحابة صدره ومهنيته الكبيرة وإشرافه المباشر على تكوين الأطر وإعادة تكوينها، مما جعل من وكالة المغرب العربي إحدى أهم الوكالات على الساحة العربية والإفريقية رحمه الله. سي عبد الجليل فنجيرو رجل أعطى حياته كلها للوكالة، لوكالة المغرب العربي للأنباء. هو كان رجلا فاضلا وكان أب الجميع في الوكالة، لا يمكن أن تسأل أحد في الوكالة سواء من الصحفيين أو من التقنيين أو من الإداريين إلا ويثني على عبد الجليل فنجيرو رحمه الله. الراحل عبد الجليل فنجيرو من مواليد الرباط سنة 1938 يعتبر مرجعا حيا للصحافة الوطنية، حيث ارتبط اسمه بالخصوص بوكالة المغرب العربي للأنباء التي شغل منصب مديرها العام طيلة الفترة الممتدة بين 1974 و 1999 ليعين بعد ذلك سفيرا للمغرب في لبنان. وطيلة مساره المهني عرف الراحل بحسه العالي للمسؤولية والصرامة والاحترام الدقيق لأخلاقيات المهنة، كما أن إسهامه المهني لم يقتصر فقط على صحافة الوكالة بل طبع ببصمته الخاصة المشهد الإعلامي الوطني كذلك.